رحيل محمد شريف عن النادي الاهلي، وايضا رحيل محمد مجدي قفشه عن النادي الاهلي، وقصه رحيل إليو ديانج، هل هو هيفضل في النادي الاهلي ولا هيمشي، ومين مهاجم الاهلي الجديد؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل، اتمنى انك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وتعالوا كده نروح لاول اخبارنا النهارده. محمد شريف هيمشي من النادي الاهلي ولا لا؟ طيب باختصار شديد جدا كده، محمد شريف جاي له عرض اماراتي، عرض خليجي. العرض ده بيقول لك ان انا عايز محمد شريف وهديك مقابل 3 مليون يورو، ولكن طبعا النادي الاهلي قال لك لا، انا محمد شريف مش هضحي فيه، قفل الكلام في الموضوع ده على الاطلاق. ليه يا عمي؟ قال لك ان محمد شريف طبعا البديل بتاعه مش في نفس المستوى حاليا في النادي الاهلي. محمد شريف اصبح من مهاجمين مصر، طبعا اهم او من اهم مهاجمين مصر، فبالشكل ده انا مش هضحي فيه بالسهوله دي. علشان كده النادي الاهلي قفل الموضوع ده، خلاص كده الموضوع ده انتهى بتاع محمد شريف، وده خلاصه موضوع محمد شريف. تعالوا بقى نروح لموضوع محمد مجدي قفشه. تخيل بقى ان محمد مجدي قفشه جاله عرض اوروبي، والكلام ده انت مش هتسمعه غير مني انا هنا فقط لا غير. هتقول لي ايه مصادرك؟ علشان انا عارف طبعا الناس اللي هي بتحب انها تحلو قوي في الكومنتات كده. يا عم انا اقول لك ان انا مصادر، ان انا بشتغل في الصحافه، فانا عارف مصادر ايه، وعارف الكلام اللي انا بقوله لك ايه، وايضا عارف ان انت الاخبار دي او الكلام ده هتسمعه بعد يوم او يومين من دلوقتي. قلت الكلام ده في الفيديوهات قبل كده، وكلامي طلع حقيقه. محمد مجدي قفشه جاله عرض اوروبي، على فكره من نادي كبير، مش من انديه القمه، ولكن من نادي كبير، نادي كويس، نادي له اسمه. اذا محمد مجدي قفشه هيرحل عن النادي الاهلي ولا لا؟ ايضا النادي الاهلي رافض تماما الكلام في رحيل محمد مجدي قفشه عن النادي الاهلي. قال لك بقى انا ما عنديش البلاي ميكر اللي المفروض انه يكون بديل محمد مجدي قفشه. لما يكون عندي البديل ده ممكن ان انا اضحي في محمد مجدي قفشه او ابيع محمد مجدي قفشه، ولكن انا حاليا ما عنديش البديل. اذا يبقى محمد مجدي قفشه هيفضل متواجد في النادي الاهلي، وايضا ده خلاصه موضوع محمد مجدي قفشه. تعالوا بقى نروح بقى لقصه إليو ديانج واللي هيمشي عن النادي الاهلي عاجلا او اجلا. مفيش حد مش مقتنع ان إليو ديانج مش هيمشي عن من النادي الاهلي. إليو ديانج هيمشي من النادي الاهلي، ولكن هل دلوقتي النادي الاهلي هيوافق على العرض اللي جاي له ولا لا؟ طيب نحكي العرض اللي جاي لإليو ديانج، نحكي. تعالوا بقى كده نتكلم. اول حاجه طبعا إليو ديانج له عرض ب 6 مليون يورو. 6 مليون يورو يعني كام بقى؟ 6 مليون يورو يعني 120 مليون جنيه مصري. لما انت دلوقتي مثلا يجي لك فلوس 120 مليون جنيه مصري، دي هتفرق معاك تماما. طيب إليو ديانج لاعب كويس، لاعب صغير في السن، لاعب مميز جدا، من اهم اللعيبه في مصر. ولكن طبعا انت دلوقتي موقف، تخيل بقى ان هو موقف الصفقه بتاعت سفيان رحيمي على 2.5 مليون دولار، وموقف ايضا الصفقه بتاعت حمدي لهوني على 2 مليون دولار. يعني انت شوف دلوقتي دول مثلا هيعملوا مثلا 4.5 مليون دولار. 4.5 مليون دولار ممكن نتكلم في حوالي 70 مليون جنيه. 70 مليون جنيه من انت إليو ديانج هيجيب لك للنادي الاهلي 120 مليون جنيه. يعني انت كده هتجيب 3 صفقات ممتازين جدا. ولكن النادي الاهلي كده كده هو هيوافق اصلا، دي من وجهه نظري انا. ولكن انا شخصيا يعني انا شايف ان إليو ديانج حد مش هيتعوض بشكل عام، ولكن ممكن النادي الاهلي يكون ليه نظره ثانيه في النقطه دي. وتعالوا بقى نروح للمهاجم الجديد اللي هيجي النادي الاهلي. طبعا من فتره كبيره واحنا بنسمع ان النادي الاهلي عايز يتعاقد مع مهاجم جديد. طيب فين المهاجم الجديد يا عم؟ كل شويه يخترعوا لك حد جديد ويقول لك ان النادي الاهلي عايز يتعاقد مع ده، يروحوا يشوفوا السعر بتاعه، لقوا ان السعر بتاعه عالي جدا. كلام كتير قوي في الموضوع ده، ولكن خلاص الموضوع ان في لاعب بيلعب في الهلال السوداني، اللاعب ده ممتاز جدا، لجنه التخطيط خلاص دلوقتي حاطه عينها عليه، وهو ما فيش كلام اصلا في الموضوع عشان ابقى واضح في كلامي اكتر. ولكن لجنه التخطيط دلوقتي بص على اللاعب، هي دلوقتي هتراقب اللاعب، واللاعب بنسبه كبيره، لان طبعا في لعيبه كانت في النادي الاهلي اللي كانت بتلعب ايام الكابتن محمود الخطيب والكلام ده كله، رشحت اللاعب ده للجنه التخطيط، وحاليا لجنه التخطيط هتفكر في الموضوع وهتراقب اللاعب. وده كان خلاصه الفيديو بتاعنا النهارده ورحيل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. فاتمنى انك تكتب رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس، ولو انت على الفيس ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير للفيديو.